موضوع قدرة العراق. قدرة العراق، العراق قادر بإذن الله تعالى. العراق الآن يمر بمرحلة جديدة، بحكومة جديدة، بمنهاج حكومي جديد. نرى أن الأخ دولة رئيس الوزراء متابع وبشكل مستمر على تنفيذ هذه ما ورد في منهاجه الحكومي، وكان من بينها وهو الأساس هو موضوع توازن العلاقات الدولية للعراق مع دول الجوار ودول المنطقة بأكملها، على أن تكون مصلحة العراق هي الأولى ثم المصالح المشتركة، وفي ذات الوقت هو حماية لسيادة العراق. العراق قادر بإذن الله أن يكون وسيط خير ما بين الدولتين، لكي تنتهي كل الاختناقات الموجودة ما بين الاثنين، ويعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي سيكون للعراق منها نصيب الأسد. طيب دكتور محمد.